الله وبركاته عاملين ايه يا اصحابي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. زي ما احنا متعودين في كل فيديو جديد بناخد حرف جديد من بيت الحروف. يا ترى بيت الحروف جايب لنا حرف ايه النهارده؟ بيت الحروف شايل لنا حرف جديد اسمه حرف طاء. طاء، حرف الطاء من الحروف المفخمة، يعني لازم أتخن صوتي جدا حتى لو هتخافوا مني. أهم حاجة تعرفوا إن حرف الطاء لازم أقوله وأنا صوتي تخين جدا. طاء طاء، عشان ما نخبطش بينه وبين حرف تاني اسمه تاء، يبقى لازم أتخن صوتي جدا 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 وأنا بقول طاء. طيب يلا بينا نسمع حكايتنا النهارده، حكاية حرف الطاء. طارق ولد جميل. طا طا، طارق ولد جميل. طارق ولد في المدرسة بيحب كل معلماته وبيحب كل أصحابه. وكان في يوم طارق عنده حصة المفضلة. إيه هي يا ترى حصته المفضلة؟ هي حصة الرسم، اللي مدرسة الرسم أو التربية الفنية بتدخل تقول لكل أصحابنا إيه اللي نفسكم ترسموه ويلا بينا بسرعة نرسمه. المدرسة قالت إحنا يا ولاد النهاردة هنرسم أي حاجة ليها علاقة بحرف الطاء. طارق فكر كتير قوي وقال يا ترى إيه ممكن أرسمه يبدأ بحرف الطاء؟ لقى إن في حاجة جميلة هو بيحبها وهي طا طائرة. كان دايما طارق يحلم ان هو يركب طائرة. راح فكر وقال خلاص انا هرسم طائرة، هرسم طا طائرة. كمان كان في ولد زميل طارق كان اسمه طلال، كان اسمه طا طا طلال. طلال فكر وقال انا مش هرسم طائرة زي طارق، انا هرسم طائر جميل. طق طق، طائر جميل. الطائر ده عنده ألوان كتيرة وعنده ريش كتير زي ما انتوا شايفين. الطائر ده اسمه طا طاووس. طا طاووس. طلال رسم الطاووس وكل أصحابي وكل زمايل طارق وطلال فرحوا جدا بالرسومات اللي هم عملوها وروها لمدرسة التربية الفنية وكانت مبسوطة جدا جدا جدا. يبقى زي ما قلنا ان حكاية حرف الطاء النهارده بتحكي عن ولد اسمه طارق كان عنده حصة تربية فنية وقال ان هو هيرسم طائرة، قال ان هو هيرسم طائرة. لكن صاحبه طلال فضل ان هو يختار طائر من الطيور وقال ان هو هيرسم صورة طاووس. طاووس. ودي كانت حكاية حرف الطاء النهارده. طيب ميعادنا دلوقتي مع ايه؟ مع الكتابة. ازاي هنكتب حرف الطاء؟ ازاي هنكتب حرف الطاء؟ ادي شكل حرف الطاء. طيب ازاي هنكتبه يا اصحابي؟ انا اول حاجة بقف على السطر بالظبط، هقف على السطر بالظبط والف نصف دائرة لفوق، وبعدين هنزل لحد السطر وامشي على السطر بالظبط، والعصاية اللي فوق الطاء هعملها من فوق الدائرة بالظبط، من فوق الدائرة بالظبط. طيب احنا متفقين ان كل حرف ليه شكلين، منفصل واقف لوحده ومتصل فارد ايدينا اصحابه. حرف الطاء مش بيتغير كتير، الفرق الوحيد ان احنا بنطول السنه بتاعته او بنفرد دراعه قوي على السطر. برضه هنشوف مع بعض ازاي بيتكتب. هقف على السطر بالظبط، هلف نصف دائره واقفلها وامشي لحد السطر واطول ايدها عشان اصحابها يقدروا يمسكوا فيها. ما ننساش العصايه مش هتبقى ورا، العصايه فوق النصف دائره بالظبط. طا منفصل، طا متصل او فارد ايديه عشان يكون كده. طيب دلوقتي ميعادنا مع ايه؟ ميعادنا مع الاربع حركات فتحه كسره ضمه سكون. اول حاجه هنبتدي بيها زي ما احنا متعودين الفتحه. طيب يا ترى صوت الفتحه هيبقى ايه؟ طا فتحه طا، طا فتحه طا، طا فتحه طا، طائره. طا فتحه طا،
وعليه فتحة، فارد إيديه للحرف اللي بعده، ط فتحة ط طائرة. طيب إيه رأيكم لو بينا الحرف اللي بعده؟ هاي أصحابي عارفين الحرف ده اسمه إيه؟ برافو، ده حرف الألف. مد إيديه للحرف اللي قبله وما مدش إيديه للحرف اللي بعده زي ما اتعلم. ط فتحة ط طائرة. طيب نشوف الحركة اللي بعدها زي ما كلكم عارفين وسامعينكم دلوقتي وانتوا بتقولوا كسرة. ط كسرة طي. ط كسرة طي. ط كسرة طي طفلة. ط كسرة طي طفلة. طفل يعني بيبي صغير. ط كسرة طي طفل. وادي كلمة طفل. ط كسرة الطاء في أول الكلمة، فرد إيديها للحرف اللي بعدها اللي هو يا شطار الفاء عشان تقدر تمسك فيه وتكون كلمة طفل. ط كسرة طي طفل. طيب نشوف الحركة اللي بعدها يا شطار يا اللي سامعاكوا بتقولوا ضمة يا ميس نورة. ط ضمة طو. ط ضمة طو. ط ضمة طو. طيور. يعني ايه طيور؟ طيور طائر زائد طائر زائد طائر مع بعض كلهم طيور. ط ضمة طو طيور. وادي كلمة طيور. ط ضمة طو طيور. ادي الطاء فردت ايديها للحرف اللي بعدها. ط ضمة طو طيور. نيجي لاخر حركه معانا وهي حركه السكون. ما ننساش ابدا 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 السكون مش بتيجي في اول الحرف، بتيجي في وسط الكلمه او في اخر الكلمه. السكون ما بتجيش اول حرف، بتيجي في وسط الكلمه او في اخرها وشكلها دائره صغيره فوق الحرف. ط سكون ط. ط سكون ط. قطن. ها ط سكون قطن. ط سكون قطن. شايفين الطاء سكون ما جاتش في اول الكلمه، هي جايه في منتصف او في وسط الكلمه، جايه الحرف اللي قبلها وادي حرف الطاء فارد ايديه جدا للحرف اللي بعده. ط سكون ط قطن. كده احنا عرفنا الاربع حركات لحرف النهارده هو حرف الطاء. ط فتحه ط. ط كسره طي. ط ضمه طو. ط سكون ط. ان شاء الله هقابلكم في الفيديو اللي جاي مع حرف جديد من حروف اللغه العربيه. باي باي.